هنا اصحاب الديكور هذا عشان نعمله. طبعا الاستيكرات مع الفروزن هذه الملكات موجودة. انا ما حصلتش الاستيكرات، حصلت هذه اكياس بتاعت هدايا، اوكي، فجبتها وقصيت واحدة من الاميرات اهي، فرختها مثل ما انتم شايفين اهي، فرختها. طيب هنعمل ايه بقى؟ انا عندي هنكمل بقية الادوات وبعدين نشرح هنعمل ايه. ففرغنا الاميرة هذه نمرة واحد، اوكي. هنحتاج تل، تل موجود عند في المكاتب وبتوع خامات الخياطة ورخيص مش غالي. هنحتاج كرتونة، هنحتاج إبرة وخيط، وهنحتاج مسدس شمع طبعا، وفوم بلاستيك، وعصاية شيش طاووق، اوكي. طيب الحين انا هاخد بس على هناخد على الكرتونة بأي حاجة كده ومقص. طبعا هنعمل اتنين دايرة، هنقص اتنين دايرة اهو، حددنا دايرة وحددنا الدايرة التانية بأي غطا بأي طبق بأي حاجة متوفرة عندك. هقص الدوائر ونرجع نشوف الخطوة التانية. الحين اصحابي مثل ما انتم شايفين قصينا الاتنين كرتونة على شكل دايرة، هلصقهم مع بعض بمسدس الشمع كده، وقصيت دايرة نفسها بالفوم الملون وهنلزقهم كده. يبقى هذه الخطوة الأولى. عندي بقى الأميرة اللي فرختها اهي مثل ما احنا شايفينها. الحين بقى هلصقها على الفوم كده بحيث الجزء اللي بيلمع هو هيكون الظهر، اوكي، وافرغ الحالة هذه. يعني هنشوف، يعني هذا اصلا الفوم هذا اصلا بيلزق اهو، شايفين. هشيل اللصق وهنحط صورة الأميرة اهو. الحين اصحابي هنلزق مع بعض الكرتونة الاتنين داير اهو. هنجيب الدايرة الثانية فوقها اهي، ماسكه. الحين بقى هنفك هذا اللاصق اللي في الفوم وهنلزق على الدايرة اهو. فبقى عندي الدايرة اهي، وهثبت عصاية الشيش طاووق في الوسط، في وسط الدايرة مثل ما انتم شايفين اهي كده، وهنتظر عليها دقيقة حتى تتماسك ونشوف الخطوة التانية. الحين اصحابي مثل ما انتم شايفين انا لزقت الاميرة بتاعت الفروزن على الفوم. الحين بقى هنفرغها مع بعض اهي. هنمشي كده اهو. بقت عندي انا الظهر هذا اهو اللي هو الجليتر، وهنا الأميرة اهي. هنشوف الخطوة التانية بقى مع بعض. الحين اصحابي معانا بقى تل اهو، يعني قطعة مستطيلة مثل ما انتم شايفين اهو. هجيب ابرة وفتلة او ابرة وخيط، وهنيجي بقى من هنا اهو، شايفين مثل ما انتم شايفين، هنسوي كشكشة بالابرة ونمشي معاه كده.
عشان يدينا كشكشة الفستان بتاع الفروزن او برنسز اوف فروزن. اهو طبعا لو بنوتة صغيرة ممكن تخلي الخطوة هذه مامتها هي اللي تسويها عشان ممكن تتشك بالإبرة. نكمل. هيبقى ديكور شكله تحفة وينفع كأباجورة، وإن شاء الله هنعمل برضو ديكورات تانية منظمات لغرف البنات بنفس الفكرة كده، بس هتكون أفكار مختلفة إن شاء الله، هنشوفها مع بعض في الأيام الجاية. انتظرونا، تبقى حاجات شيك ولذيذة لغرف البنات. حتى أنا ما عنديش بنات بس بحب الحاجات هادي يعني. أهو مثل ما انتم شايفين كده اهو، هنضم بقى الجنبين كده مع بعض اهو. الحين مثل ما انتم شايفين اصحابي دككنا الفستان اهو كده اهو، هنجمع بقى الخيط اهو وهنلفه داير ما يدور كده، هيبقى فيه فتحة بس صغيرة في الوسط، وهنقفل الاتنين هدونا مع بعض كده، وكده يكون الفستان جاهز اهو. مش هيفرق لون الخيط ان هو مختلف لان احنا كل هذا هنغطيه، هنشوف هنكمل الخطوات مع بعض الحين اهو. خلاص كده الفستان جاهز اهو، هنقص الخيط ونشوف الخطوة التانية مع بعض. الحين اصحابي احنا ثبتنا عصاية الشيش طاووق على الكرتون اللي احنا لصقناها، هندخل فيها بقى الفستان اللي احنا سويناه مع بعض اهو، هيجي من الوسط كده هنا، وهنلصق الاميرة بتاعت فروزن هنا كده، وهنشوف يعني هنلصق هذه بمسدس الشمع ونشوف مع بعض الخطوة التانية. الحين اصحابي لصقنا الاميرة هنا بمسدس الشمع على عصاية الشيش طاووق اللي احنا لصقناها، وهنبدأ بقى نرفع الفستان كده شوية اهو. اهو مثل ما انتم شايفين، عايزه بس اراويكم اهو كده. الحين بقى هاخد من هذا او ممكن اي لولو موجود عندك، هنحطه حوالين داير ما يدور الفستان كده، والصقه بمسدس الشمع، ونرجع نشوف الخطوه الثانيه. الحين اصحابي مثل ما انتم شايفين لصقنا الفستان، هنجيب بقى مسدس الشمع فوق الفستان كده اهو. انا بس جلسة بعيدة عشان الكهرباء، ما فيش جنب الطاولة اللي عندي كهرباء، وانا ما اشتغلتش في المطبخ النهاردة اهو. شايفين كده، وهلف داير ما يدور الفستان اهو، هسويها بقى ونرجع نشوف الخطوة التانية. الحين اصحابي هذا كده بعد ما سوينا الفستان بتاع برنسس فروزن مثل ما انتم شايفين، وحطينا هذا حواليه اهو، بس عشان نغطي عصاية الشيش طاووق هاخد جزء من التول والفه حواليها بحيث ما تظهرش، يعني شايفين اهي، هناخدها كده نبدأ من تحت وهنلفها داير ما يدور عليها بحيث ما تظهرش، هثبتها ونرجع نشوف الخطوة الثانية. او افضل اصحابي ان احنا نستخدم حتى الفوم، هيدي درجة افضل. هلفها حوالين العصاية بتاعت الشيش طاووق مثل ما انتم شايفين كده اهو كده اهو،
هنلفها داير ما يدور ونشيل الزوايد ونشوف الخطوة الثانية مع بعض اهي كده هتكون افضل من هنا. اصحابي انا لما عملت التول عملته طبقة واحدة، المفروض كنا نعمله طبقتين لكن برضو ما عندناش حاجة بتبوظ. عشان ننفش الفستان شوية قطعت تول اهو صغير، يعني العرض مش طويل، وهبدأ اكشكشه بايدي كده اهو مثل ما انتم شايفين اهو كده اهو صار كده مثل ما انتم شايفين، وهاخده بمسدس الشمع والصقه حواليها فهيديني نفشه للفستان. هكمل بقى داير ما يدور كده الفستان ونرجع نشوف الخطوه الثانيه. هنا صحابي العروسه اهي كملت، هنوقفها دلوقتي على مكان عشان تشوفوه بس، والفستان سويناه بس ممكن ناخد من اي لولو اي احجار كده وممكن نلصقها على الفستان بتاعها هتديها شكل احلى. هلزقهم بمسدس الشمع ونرجع. والحين اصحابي رجعنا بعد ما سوينا فروزن اهي برنسس فروزن، ومثل ما انتم شايفين الفستان لما حسينا ان هو الطبقه خفيفه اعملوها طبقتين، وينفع تستخدموا ورق الكوريشه اللي موجود في المكاتب، اي شرب قديم، اي طرحه قديمه، اكيد كلنا التل ده موجود عندنا في اي حاجه، فستان قديم مال طفله مال اي حاجه، هذا تقدري لولو اي حاجه متوفره عندك وتقدري تحطيها بقى كديكوريشن كده. وننفع برضو كمان نسويها كأباجور في غرفة البنات، نجيب الشمع اللي هو البلاستيك هذا الحلو اهو ونحطه تحت كده في اللي احنا حطيناه هادي. وهسكر لكم الليت الحين عشان تشوفوا الإضاءة. شايفين أصحابي لما سكرنا الليت وطفينا شايفين عطت هي نفسها كأباجورة شكلها تحفة. هزود لكم الليت كمان شوية عشان تشوفوا اهو، شايفين عطت اضاءة تحفة وشكلها تحفة، وهتحطيها على الكومود او في غرفة البنات، او حتى لو ما عندكيش بنات زي حالاتي هحطها في غرفتي وافرح نفسي، يعني مفيش اي مشكلة. يا رب النهاردة فكرة عجيبة سهلة سريعة، كل الحاجات موجودة عندنا في البيت، واكيد البنات دول كمان الستيكر هذا ممكن تحصلوه على الغلاف مال الدفاتر بتاعه المدرسه اللي خلاص الترم الاول خلص اهو، يعني ممكن كمان دي ما تشتروهاش وتقصوها من على غلاف الدفاتر. يا رب الفكره تكون عجبتكم، ما تنسوناش في الشير واللايك للفيديو. اشوفكم في كرافت جديد، كان معاكم مطبخ دهب، واشوفكم في كرافت جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.